هل من تعليق على أن المادة التفسيرية في الدستور وضعت لمذاهب المعتبرة حتى يدخل فيها طوائف الشيعة وغيرها؟ وهذا كلام صبحي صالح من الإخوان. الله المستعان. أحد إخواني، أنا لم أسمع هذا اللقاء، ولكن أحد إخواني خبرني بأن صبحي صالح كان في لقاء مع سعد الدين إبراهيم. سعد الدين إبراهيم ده رجل علماني أمريكاني، صاحب المركز الأمريكي ابن خلدون. فسعد الدين إبراهيم هي أسماءهم حلو، سعد الدين. فسعد الدين إبراهيم بيقول له إن الدستور ده أفضل حقوق الأقليات، ومن هذه الأقليات الشيعة، فالشيعة ليس لهم ذكر في هذا الدستور. أنتوا في الدستور ده نصصتوا مع حقوق اليهود والنصارى والعلمانيين، طب فين حقوق الرافضة الشيعة؟ قال له مذكور. قال له مذكور فين الكلام ده؟ قال له في المادة المفسرة 219، إن المبادئ هي المذاهب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة. كلمة المعتبرة كلمة مقصودة، وفسر الأزهر هذه الكلمة للدلالة على إن المذهب الزيدي والمذهب الجعفري من جملة المذاهب المعتبرة. سعد الدين إبراهيم من شدة وهول المفاجأة فتح بقه. الراجل ما كانش مصدق إن الدستور ده حتى راعى يعني المجرمين الرافضة. الراجل كان مدهوش، فتح بقه من شدة الدهشة. فطبعا نقول هذا الكلام، ولعل أحد من الديمقراطيين يخبرنا بأن هذا الكلام غير صحيح، وكان هذا على الهواء مباشرة ولكن لم يتكلم أحد. نسأل الله تعالى العافية.